السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده وصفه جميله جدا وبسيطه جدا جدا، ومكوناتها ابسط من ما فيش. يعني المكونات متاحه دايما عندك في البيت وجميله جدا، هتفتح جسمك وبسيطه وخفيفه كده، هتحبيها جدا. انا الوصفه دي بستخدمها قبل كل شاور وبعد كده، يعني بتنزل الجلد الميت، الشعر اللي بينمو جوه الجلد، فجميل جدا جدا وبتفتح المناطق الغامقه عندك. ف يعني بجد فعليا خفيفه جدا على القلب كده. اول مكون عندنا، وهم مكونين اساسيين، اول مكون عندنا وهو خميره جافه. الخميره بتاعت المخبوزات، ايوه بالظبط هي دي، اي نوع من انواع الخميره استخدميها مفيش اي مشكله خالص. وهتستخدمي الباكيتة كلها، يعني هتجيبي خميره وتحطي الخميره كلها في الطبق بتاعك، تبدأي انك تستعمليها عادي. انا هنا فتحتها، فهبدأ ان انا احط الخميرة بتاعتي اهي. اي نوع من انواع الخميرة تقدري ان انت تستعمليها، فمش عايزاكم تسألوني ايه انواع الخميرة اللي انا استخدمها، انا قلت لكم اهو في الوصفة اي نوع خميرة مخبوزات تستخدميها. كلنا عارفين يا حبايب قلبي خميرة الخميرة الفورية بالذات قد ايه حلوة جدا على الجسم وعلى عموما الجلد والبشرة. بنات كتير جدا بتستخدمها لتفتيح بشرتهم. انا عن نفسي بستخدم ماسك الخميرة الفورية لبشرتي، فالموضوع يعني مش جديد بالنسبة لكم، او اللي بالنسبة لها الموضوع جديد، فصدقيني الموضوع جديد وهيبقى جميل. تاني حاجة هو النشا. عندنا هتستخدمي نشا الذرة او كورن فلاور بيقولوا عليها بره، بتاعت الذرة، جميلة جدا جدا في التفتيح. بنات كتير مش بتقدر تستغنى عنها في البشرة. انا عن نفسي بعمل ماسك النشا والزبادي وماء الورد على طول، وبتفتح في الحال بشرتي. لكن احنا هنستخدم النهاردة النشا للجسم لانه فوق الرائع، تمام. احنا النهاردة مش هنستخدم مش هنعمل مكون، يعني مكون كتير، مكونات كتير، فانت تقدري ان انت تلعبي في المكونات بتاعتك، يعني انت تقدري تزودي وتقللي. انا حطيت خميرة فورية كلها، وحطيت معلقة صغيرة من النشا. تقدري انت تكبري او تقللي من المقادير دي على حسب الكمية اللي انت هتحتاجيها. ما في تاني حاجة في المكون بتاعنا، او تالت حاجة في المكون بتاعنا النهاردة، هي حاجتين اختياريين، يعني انت ممكن تستخدميهم وممكن تستخدمي واحد فيهم بس، او ممكن تستخدمي هما الاتنين. اول حاجة عندنا هنا هي ماء الورد. ماء الورد يا بنات تقدري ان انت لو انت بشرتك حساسة وجسمك بيحبب بسهولة وبيتحسس من الليمون، يبقى تستخدمي ماء الورد. لو انت جسمك عادي مش حساس وكده، تقدري تستخدمي الليمون، او ممكن تستخدموا الليمون مع ماء الورد. انا النهارده هستخدم الليمون مع ماء الورد، لان انا بشرتي مش حساسه بالشكل الكبير للليمون، بس لما بحطها كتير على جسمي او بشرتي بتتحسس. فانت ايه، بالكتير جدا هتحطي الوصفه على جسمك 15 دقيقه، تمام. اول حاجه هنعملها، انا طلعت منها البذر وهبدا ان انا اعصرها على الوصفه بتاعتي. اهو لسه في بذر بس في المعلقه، فانا هشيله النص التاني اهو حبايب قلبي، هعصره قدامكم اهو كده بالظبط. موضوع بسيط خالص، المكونات بسيطة جدا وسهلة وهايفة وحاجة كده عسل. يعني تبدأي ان انت تقلبي المكون بتاعك كده اهو كله. احنا عايزين الخليط بتاعنا ما يكونش سايب، ويكون يعني ايه كريمي، يعني ما يكونش سايب جدا وماسك جدا. تقدري ان انت تقلبي كويس جدا جدا جدا. لو لقيتي الخليط بتاعك سايب قوي، تقدري ان انت تضيفي خميره زياده او نشا. انا بفضل ان انا اضيف النشا لو الخليط بتاعي سايب خالص، يعني النشا معروف ان هو بيخلي الخليط متماسك شويه. هو يا حبايب قلبي الخليط بتاعنا بعد ما قلبته كويس، بصوا مش كريمي وفي نفس الوقت مش سايب قوي، مش ماسك قوي، وهو يعني اقل من الكريمي شويه. وكل ده طبعا احنا لسه ما ضفناش كمان ماء الورد. انا مش هكتر من ماء الورد، حاجه كده يعني نقط كده يعني بالظبط، لان ماء الورد يعني بتقلل من هيجان البشره
وبتدي ريحه جميله ويعني ريحه منعشه كده كده للبشره وجميله جدا، وطبعا بتفتح الاماكن وبتبيضها وحاجه كده تحفه. اهو يا حبايب قلبي الخليط بتاعك اهو بقى جاهز للاستعمال. طريقه استعماله بسيطه جدا زي ما قلت لكم، الحكايه كلها ان انت بتاخدي من الخليط وتبداي ان انت تفردي على جسمك كله او المنطقه المتضرره والغامقه، تبداي ان انت تفرديها على ايدك، عندك اماكن مش فاتحه جميله جدا جدا بتفتح بشكل رائع رائع، وتسيبيها 15 دقيقه او لحد ما تنشف، لان الوصفه فيها نشا والنشا يعني بينشف، فانت ممكن تستنيه ينشف خالص على جسمك او تستنيه 15 دقيقه حتى لما ينشف، لان الخميره بتفضل تتشرب، وطبعا في الليمون وفي ماء الورد وكل ده ليها افاده على الجسم. فوصفه بسيطه خالص، بعد 15 دقيقه ممكن تخشي تحت الدش او تشطفي جسمك بميه فتره، يعني ماء ساخن ومش ساخن ما بين البنين. فبجد الوصفه دي جميله جدا جدا، وتقدروا تستخدموها للوجه، لكن اللي بشرتها حساسه انا بنبه، اللي بشرتها حساسه ما تستخدمش الليمون لبشرتها، اللي بشرتها دهنيه ومش بتتحسس من الليمون تستخدمها، لان الليمون رائع جدا للبشره الدهنيه. اما لو هتستخدميها لجسمك ممكن تستخدميها في حته صغيره لو هتحطي ليمون، اما لو ماء الورد اتكلي على الله على طول، ما تقلقيش مفيش اي مشاكل ولا اضرار. وصفه جميله جدا وبسيطه، وفوق فوق الوصف ممكن تستخدميها كل شاور، تحطيها على جسمك قبل ما تاخدي الشاور بتاعك، وبعد كده بالليفه المغربيه تبداي ان انت تدعكي جسمك، وبعد كده تبداي ان انت تاخدي الشاور بتاعك عادي. وصفه سهله جدا جدا وعمليه، تقدري ان انت تستخدميها في اي وقت. اهو يا بنات النتيجه فعلا جميله جدا، يعني مثلا ممكن المكان ده يكون فتح عندها كمان شويه، لان انا حطيت الوصفه هنا. جميله جدا جدا، لازم تجربوها فعليا، هيفوتكم كتير. قوموا يلا اعملوها لو عندكم المكونات، ولو مش عندكم انزلوا اشتروها، جميله جدا جدا وفعاله من اول مره. اتمنى ان انا اكون فدتكم النهارده بحاجه بسيطه تحطيها على جسمك من غير تكلفه، وبتفتح الجسم والوجه، وحاجه جميله جدا تحطيها على الرقبه وكل الاماكن دي. ما تبخليش على نفسك، لان في ناس كتير جدا بتنسي تحط الوصفات دي على الرقبه بالذات، وبيبقى ممكن الجسم افتح من الرقبه، وده خطا كبير. يا بنات ما تنسوش الرقبه خالص من الوصفات الجميله بتاعتكم دي، ممكن لو عملتي اي وصفه للوش تحطيها برضو على الرقبه، لان الرقبه والوش يعتبروا بتبقى نفس البشره. اتمنى ما اكونش طولت عليكم يا حبايب قلبي، واكون فدتكم، بحبكم جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبتكم القناه خشوا كده بصوا فيها بصه، لانها منزله وصفات جميله جدا جدا وخصوصا للشعر. لو عجبتكم القناه ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتنضموا لتيم لكي سيدتي مع صوفي، بحبكم جدا 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 فوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.